السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم رانا عند محلات شكاي، محلات ألبسة تاع رجال كما راكم تشوفوا. اصبر المفتاح. السلام عليكم. لا جونس تشري رايت، الله يبارك. جيتو تكسر روحكم. الله يبارك. واش كما خيرتو ولا مازال؟ خيرنا. خيرتو وراه اللي خيرتو وراه. هذا وراه، هذو هما. الله يبارك. هذا محل شكاي كما راكم تشوفوا. مريق ربي يبارك. مريق الله. السوام. والتحفة. دوك رانا في الريون تاع لي بونطالون. هادو لي دي لافي. واش اسوا مليح؟ انا شويه صابا. لاباس الحمد لله. لاباس الحمد لله. تاع لا جونيس. كلش ليكس ليكس هنا. ليكس ليكس هنا. كيما راكم تشوف محلات هادي راهي بيها غير لبسه تاع لي جون. لي فيو ما عندوش، قش لي فيو ما عندوش، راه غالب ما حبش كسينا. الله يبارك في زاديداس. يا خيرو، واش تقولنا الناس راهم يتفرجوا فيك، واش تقول لهم؟ صح فطورك. صح فطورك. صح فطوركم مليح صالح تاع الفطور. فوالا ما يعرفش يهدر. ما يعرفش يهدر. رانا مع شكاي. واش راك يا حبيبنا؟ لاباس. راكم مع راكم مع المحل. امين رب العالمين. وش الأمة الإسلامية. امين رب العالمين. وما ننساوش القدس وفلسطين. ان شاء الله يا رب. هادو راهم في قلوبنا. ماتش ما يعاودوش، ما نظنش بلي يعاودو. ساي والله غطاه. راح الماتش. راح الماتش. راح الماتش. وانت كلمة صغيرة اخينا. صحة رمضانكم وصحة سحوركم ورمضان كريم ان شاء الله. امين رب العالمين. المهم انا كنا في محلة شكاي، دينا به هو الاول ان شاء الله. ونكملوا مع طريق طريق سعدودي. طريق سعدودي. وكيما راكم تشوفوا لي جون راهم يخيروا راهم راهم يجوا. السلام عليكم. السلام. اهلا بك. واش راك وليد؟ واش راك وليد؟ لاباس بخير. كيما جيت تشري ولا؟ جينا نشرو الفول. برك. مليحه يا سيدي. مالا تخير له انت؟ انت اللي تخير له. ان شاء الله هو اللي يخيرك. هو هذا هو ضرك وجهه. راكم تشوفوا هنا. لبسه برا. اسعار واش بيان؟ خويا رانا اسوء عيب تنافسيه سنا فور خلاص. مليح مليح. ما كانش اللي ينافسنا. ما كانش. ما كانش اللي ينافسنا. تسمى اسوام يعني اسوام يعني ما كانش. الله يبارك الله يهلبك. ماذا بينا حنا هكذاك وسيرتو عام السنه جانا شويه غاليه، جاتنا شويه غاليه، شويه الماكله جات شويه غاليه. وهذاك منا ناس اليوم باش يصرفوا 3 ملايين 4 ملايين ولا يصرفوا 6 7 اسعار زادت بالنص. ما شاء الله راه يعرف سوامنا كم وسام. مليح والله غير يعطيك الصحه. يعطيك الصحه سيدي. هذا محل شكاي كما راكم تشوفوا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اخرج رانا توجور في تريك سعدودي. اليوم رانا مع العطور، والعطور كما على بالكم بلي لي جون كامل يحبوا يديروا لي بارفان. وعندكم دي بارفان كاليتي ولا الاخر كما راكم تشوفوا. كما راكم تشوفوا العطور دوام ستيفيا. السلام عليكم. السلام. السلام عليكم. هيا توجور في الطريق السعودي كما راكم تشوفوا. راه يبارك الموفمون راه كاينه، كاينه ساهي تمشي وتجري. اليوم صحيت. واش راكم بخير؟ لاباس. عايشك يرحم والديك. رانا عند اسامه بون بري. هذا اسامه بون بري. وكي نقولوا اسامه بون بري على بالنا بلي كاين لي بري مليح. Thank you.
وكما راكم تشوفوا لا جوناس يتخير ويتشوف وراي اجواء العيد. نعم اجواء العيد واجواء رمضان في راس الواد. ها هو خير هذا ولي خيرته وليدي. الله يبارك اي لاكوست الاخرى. الله يبارك بيبس الولد تاعو وبكس ابك سنا يجينا العيد شويه سخون. ها اه سخان اه هو كش ما راكم تشوفوا مي خيرو هذا مي خيرو مي خيرو لي جونتي وانا والله صعب القوة. الله يبارك انا نشوف فيها نشوف السلعه بيكون جيك وعندك عندك وين يبدلوا عندك عند كل شيء لي بري بيان ويخيروا كيما يحبوا المعامله كلش. الله يعطيك الصحه خويا والله حاجه تشرف اخويا. راكم توجور في اجواء رمضان في راس الواد بصح هذا الاجواء عيد خاصه الاجواء عيد الناس بدات تشري في القش. واش رانا اليوم؟ رانا اليوم لو 24 رمضان 1443 وكما راكم تشوفوا راه توجور عند اسامه بون بري. مرحبا بكم بيكون جيك لي كليون تاعنا. هذا راه يخير هذا راه يخير في الصباط. متحمس على الصباط من بعد التقشير مع الصورات تاعكم قول كيف هذا هو اللي خيرته حبيبي. هذا هو بيان راه بيبارك عجبك بيان اه عجبك بري واش تقول لي بري مليح. الله يبارك اي واش نقول لكم كلمه الاخيره نخليوها لحبيبنا يعطينا كلمة صغيرة أنا نتبعو فيها. الله غالب ما قدرناش نحكموه خلاص. كلمة صغيرة حبيبنا الناس راهم يتفرجوا في كلمة صغيرة. مرحبا بكم في المحل واش ما تحتاجوا والله اللي عنده دراهم اللي ما عندوش الله يبارك يعطيكم الصحة. يعيدكم صحة الافونس لازم ان شاء الله يعطيكم الصحة. السلام عليكم رانا في عند الريد ريد دوزيام ماغازان تاع الريد كما راكم تشوفوها. الله يبارك الحاله ما مستيكيا ارتيك دو سبور وقيله برك هنا كلش لوريجينال وكل هنا لوريجينال خويا ربي يبارك. كنت كش ما شريته كش ما شريت ورينا ترى واش شريت هذا اديداس. الله يبارك لا ماركه كلي موديل منها جديد. الله يبارك كيما راكم تشوفوا لي موديل هنا في الاخر لي موديل اللي عندوها لي سيرفيتمون جاك جونيس بيما لاكوست الى ساكدا تو موديل تريكو جاك جون بيما. الله يبارك والله يبارك يعني معنا منقول ما عندي منقولوا المحلات راه ديما مسدفين مكرفين بيكون جيكا. كلمة صغيرة برك للناس اللي يتفرجوا فيك. رمضان كريم وطيب وصلى الله يعقوب علينا بالصحة والهنا. مرحبا بكم في محلة الريد زون. شكرا. رانا توجور مع ريد زون هذا المغازان برانسيبال تاعو كما راكم تشوفوا تحفة لبسة لي بري معنا ما نقولوا. اهلا بك واش راك بخير لاباس بخير ناس واش الحمد لله. انا كنت في المغازان الاول وكان في المغازان برانسيبال. الله يبارك هذا كي تسمى سينا تفضلوا دوك تفضل اي شوفوا. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. رانا توجور عند ريد زون هنا خويا توجور وجديد كاينه توجور كاين جديد اسعار تنافسيه. الله يبارك فيك كما راكم تشوفوا المغازان ريد زون اخويا توجور اخويا محتوف لي كاسكيت توجور كيف كيف هي لي مارك ولا مضل لما حدث ولا معطي لما منع ولا مانع لما اعطي ولا مقلب لما فعل. خير تزاد اخوي لي جون امي خيرو كيما راكم تشوفوا لي جون امي خيرو في اللبسه كل واحد كيفاه كل واحد واش يحب يخير
ما شاء الله برادا ميلان في البلون في هذا ما شاء الله لبس لي كما راكم تشوفوا استقبال حار واستقبال يعني هضره كيفاه تاع كوميرسيه ولي جينا ميخيرو راك تخير راك تخير مازال ما شفتش واش كاين مازال ربي يرحمته راد زون هذا عنده كل شيء ما تخافش لا طوال ايه الله يبارك فيك صبات كلاسيك ما راكم تشوفوا لي فيست لا طوال لي شيميز انواع واشكال لي بونطون لا طوال هذا وريت زون داير كلشي و توجور مرحبا بكم عنده ديما راه قايم ديما راه قايم ودار دي بري دي بون بري دي بون بري السلام عليكم اهلا بك واش راك حبيبنا لاباس تزاد اخويا واش راكم لاباس بخير الحمد لله صورنا غبي هي دي حاجه ايوا لي سيرفيتمون يعني الله يبارك فؤاد واش راكم لاباس راك تخير راك تشوف هذاك من لازم تشوف عقلك واه وشوف حاجه اللي تعجبك امين نواري راه يخير راه يخير بركه امين نواري واش نواري كشما خيرت ولا مازلت مازلت ربي يرحمته هذا وين جيت واخيرا هذا وين دخلت هذا وين دخل ان شاء الله وقمنا بها ان شاء الله سوسو عند ريد زون ريد زون عنده كل شيء عنده تاع لي فيو تاع لي جون بيتو بدو لطايو كلمة أخيرة ربي يحفظكم إن شاء الله يسعد علينا بخير كل عام وانتم بخير إن شاء الله ورانا هنا خدمة الزوالي جيبية منو بخلوش على بالنا بيك على بالنا بلي بلي في حل ربي يحفظكم جن 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 في حل ربي يحفظكم وعندكم اللي حتى لي فيو هنا جو يجري كاين أنا توجور في تريك سعدودي رانا في قهوتنا قهوتنا وقهوة الشباب قهوة الشباب قهوة معضادي اهلا بك يا خويا هارون لاباس خير او بك او شارك في الفيلم اه يا سيدي واش راكم على الجو بخير ممثلين ريزارتيست كبار فوالا ريزارتيست كبار انا ملحقتش برك ملحقتش بك واش راكم صافا لاباس مع رمضان هذا واش ده ملحا ملحا الحمد لله يا الله يبارك كما راكم تشوفوا لي جون تيوانا اه الحاج واش راك بس بخير الحمد لله هاي لا جونيس تاعنا واش راكم بخير حسنا نهضر معها وخلاص خلاص اهبط يدك اهبط يدك السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته رانا توجو في قهوه مع غادي معنا الشاب هنا واش راك خالي لاباس بخير جيت تشرب قهوة مع قارو مع هذاك ومطلي فيك مع غادي ولا وين؟ صحبة تاع بكري الله يبارك انا واش نقول لكم احنا نقول لكم صحة فطوركم وصحة رمضانكم وان شاء الله نعيدوا بصحة ولهنا وما ننساوش القدس وفلسطين القدس امنا وفلسطين بلادنا سوريا وعراق والصليبية اي والله هاك سميتهم سيدي اي لازم بدل المسلمين واش نقول لكم انا يعطيكم الصحة وان شاء الله احنا ديما نكونوا بخير وقد ما نكونوا بخير نقدروا نعاونوا خوتنا هذا هو السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته عليكم السلام كما راكم تشوفوا دوك رانا في نيو بالانس نيو بالانس ديال كما قلت لكم توجور قدام ريد زون
وطريقة كبيرة تاع تاع سعدودي كما راكم تشوفوا الموفمون الله يبارك. وقشرة برا كما راكم تشوفوا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. راكم في أجواء رمضان في راس الواد. القشرة محطوط الله يبارك، لي زاديداس لي جين لي شميز دنيا كنت. وجي تخيل قشرة رواح رواح هنا هو هذا. واش راك وليدي؟ خير لاباس؟ جيت تشري قشة؟ ها وجي دير هنا جيت دور بركة. شريك باباك القشرة ما شريالكش؟ شريك قش العيد شريته؟ واش شريتي قش العيد؟ سيكوتان مايك هاي و سيرجين كيشعل الضوء. سيرجين كيشعل الضوء يشعل فيه الضوء. ولا ديداس ولا شريت ولا ما شريتش؟ شريته ولا مازال؟ مازال دوك يزيد شريك يكمل لك الباقي يا اخي. واش تقول الناس اللي يتفرجوا فيه؟ يقولوا صح فطوركم؟ صح فطوركم يعطيك صحة. كما راكم تشوفوا لي تريكو هنا لابسه كما راكم تشوفوا ناس تشري راهي تسوم ربي يبارك. ها شكون هذا عمي؟ قايم بالحاره. واش راك اخوينا قايم؟ قايم قايم عمينا بال. نقول لهم مرحبا بكم. مرحبا بكم حلوت حلوتكم الله يبارك. صح فطوركم؟ صح صحتكم. ها عمي نعمان من ايه؟ هو لازم نشوفوهم كل ما نخلوه حتى واحد ما نخلو حتى واحد. البركة تاع الحمد. واش راكم حبيبنا؟ والله الحمد لله لاباس بخير. واش اسوام واش لا؟ والله غمديحة برك قدامك هاو يخير في القش هذاك. ها هو رانا ان شاء الله بنو جيت بنو جيت نصوروه. هرب لي ياك هرب. واش راك وليدي بخير؟ تدرك على باباك والله غاشافوك سيد وكشافوك في التلفزيون خلاص. واش راك بخير؟ جيت تشري الاولاد ولا ليك انت؟ انا الاولاد في الاكل. الله يبارك. واسوام واش؟ الله يبارك الله يبارك الله يبارك. هذا ربيعي هذا ربيعي يقعد يهضر عليك الناس هكذا برك. ياسر ياسر والله غير ياسر. هو انا واش تقول فيا؟ ما شاء الله خويا. انا شوف كما قال واحد مغني قال لك انا ما يشكرنيش ما نشكرش نفسي. حاجه باين الشعب ولي مورايا ولي يشكر. حاجه باين اللي مول الكاميرا اللي مول الكاميرا ولي يشكر. تبارك راك تايف مثل في راسك. ما كاينش ما واحد راهي ما كاينش الساعه بيبنا. واش راك تخير في القشه؟ راك تخير بيان صافا خيرت الله. مازال مازال شويه بشويه بشويه برك يا اخي. عند عثمان خير ان شاء الله. الله يبارك خيرو. صور كيما راكم تشوفوا. ها السباب تاعنا. انا معلم دوت تاعي. انا هدرت مع سي. والله ما شاء الله عندك طفل ما شاء الله. الله يبارك. هدر معايا نورمال وقال لي شري لي شري تريكو نايك وبالماركه يهدر. واش ريت السلوال جين شعل فيه الضو؟ واش هو قال لي مازال اديداس ما شريتش؟ مازال وش بدري ياك؟ سبادري برك. قول بابا قول بابا قول بابا يشري لي. قولوا 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 درني لي وقولوا يشري لي. يا سيدي هاي صبات لنا لي موكاسان لي موكاسان سباب سباتي لي كلاكيت هادو لي جين ولا الاخر هادو الاطوال الاطوال هادو هادو كل الاطوال كما راكم تشوفوا. السلعه الله يبارك يعني معنا ما نقولوا سلعه متوفره في كل شيء يعني اي واحد يجي يشري لهنا يلقى راسو. ها يروح مكسي هنا صافي لهنا اللي يجي يروح مكسي هنا. ان شاء الله باذن الله باذن الله كما راكم تشوفوا. الشباب وكل شيء بضاعة شبيبة ثانية. الله يبارك يا رب. شوف شوف هذه الماركة ماركة 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 الله يبارك. شوف ماركة تاع الاولاد. او باينين ولا غا باينين كنا سكننا نشوف كنا نشوف فيهم. هادو في الفيترينا. المهم حنا واش نقول لكم كلمة صغيرة كلمة أخيرة مع الناس اللي يتفرجوا فيك واش تقول لهم؟ نقول لهم رمضان كريم وعيد مبارك ان شاء الله. بصح ان شاء الله بالهنا والبركه وخلاص. هذا مكان يعطيك الصحه خويا. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. وانا مازال نزوركم معنا في ايام اخرين. مرحبا بكم مرحبا بكم. انا توجور في سولد اقمشه لحميدي الاقمشه هذه لاباج تاعو كما راكم تشوفوا. راه كلش سولد اليوم عنده هنا صودو كل كما راكم تشوفوها رام صودي الحاله.
واسوا معقولين على باين بلي اسوا معقولين راه السول دار حال هنا عنده. دوك ندخلوا لداخل. السلام عليكم. راني نشوف بلي راك داير السولد هنا. كاين السولد. ها؟ كاين السولد. الله يبارك. السلام عليكم. وعليكم السلام. سولد. ما شاء الله يبارك. هادو تاع عيد هادو. وبلا عيد كاين. ومام حتى لي بارفان. ريحة سونز الكول هادو. سونز الكول ما كانش الكول. تقدر تعمرها بلي. اه. تبارك. الله يبارك. الله يبارك. الحاج واش راك؟ لاباس بخير. جيت شري تزاد اخويا، جيت شري لبسه هنا تاع العيد. لبسه تاع العيد ان شاء الله لك تبارك ان شاء الله ونعيدوا على خير ان شاء الله. ان شاء الله نعيدوا بالهنا ان شاء الله. ان شاء الله ربي يبارك فيك اخويا. هذا ابنك؟ نسيبو. نسيبو الله يبارك يا اخويا. نتهلا فيا. نتهلا فيا. كيما ما تهلا فيا هو انا نتهلا فيا. يعطيكم الصحة. كلمة صغيرة برك الحاجة الناس راهم يتفرجوا فيك وعلى رمضان شهر رمضان هذا. وعلى الناس يعني كيما نقولوا على شهر رمضان هذا واليامات الاخرين برك تاع شهر رمضان هذا. كلمه صغيره برك ان شاء الله ربي يعاودوا علينا بالهنا ان شاء الله. امين. ونتمنوا ان شاء الله ربي يرفع لنا الوباء والبلاء هذا وان شاء الله رمضان مقبول ان شاء الله. امين ربي يعاونك. لانه شهر الرحمه والمغفره وضمان الجنة وامان من النار ونور على نور ان شاء الله يا ربي. امين ربي. وان شاء الله تعيد الامه الاسلاميه بالهنا ان شاء الله. لا لا. وكلمه صغيره لفلسطين ولا لا؟ ان شاء الله النصر النصر ان شاء الله لفلسطين. ان شاء الله. ان شاء الله ربي يفرج عليهم ان شاء الله ربي هذا المكان نتمناو الخير. واش فلسطين بعباره كي احنا كي نقول كلمه فلسطين واش تحس في قلبك يعني واش تحس؟ شعور لا شعور لا يعوض. شعور الله يبارك ما شاء الله. الله يعطيك الصحة. فلسطين احنا مع فلسطين ظالمة ولا مظلومة؟ والله يعطيك الصحة الحاج، يعطيك الصحة. يا السلام عليكم والصحة فطوركم وإن شاء الله تعيدوا بصحة ولهنا. الله يوفقك ونشكرك على الزيارة ربي يحفظك. وبلا مزية. يعيشك صحتك. دوك نكملوا معاك. رمضان مبارك وعيد مبارك ونتمنوا للأمة الإسلامية كل تعيد الخير. الله يبارك أنا. السلام عليكم. رانا توجور في أجواء رمضان في راس الواد. هذه البوتيك لوسيم. نعم. كاكتول بوتيك كاكتول كما راكم تشوفوا. السولد راه داير حاله هنايا. ب 120 باك القش هنا. هادو اللي هنا ب 120 ثاني. لي تريكو. وكيما راكم تشوفوا لافيش هنا. اسوا معقولين وطايحين الارض خلاص. قش تاع 300 تلقى ب 150 ولا ب 200. الله يبارك. شحال واش؟ خويا العزيز. هذيك 170. 170. 170 عرفتي. وتشريكو هذا؟ وهذاك 70. اي الله يبارك. الله يعطيكم سومون شباب ربي يبارك يعني. ان شاء الله. هذا شحال؟ هذاك 170. 170 يعني والله غير سومه معقول. بضاعة راكم ربي يبارك. الله يبارك. الله يبارك ما شاء الله. سلعة سلعة وسومة راكم سولدي الحالة بزاف. راكم سولدي. واش تقولوا الناس راهم يتفرجوا فيكم؟ نقول لهم مرحبا بكم. هاي. يعطيكم الصحة. امين رب العالمين. وانت راك تشرب قهوة راك ودم اللوزة يا خويا ودم اللوزة يا خويا. واش راك؟ واش راك بخير؟ الشيخ ربي يرحمه. الله يرحمه الشيخ أحمد. نعم. هذيك المرة جيت صورت في الحانوت تاعكم. صح كاينة. جيت وصورت فيما الكارتي فيما وكل اللوزة وكل عقبت عليها. المهم احنا نترحموا على الموتى وكل ربي يرحمهم وكل ان شاء الله. يحفظك تفؤاد. لا مزيان يا خويا. كما راكم تشوفوا البوتيك هذه تاع الوسيم ولا الوسيم. الوسيم. الوسيم الوسيم. هذه بوتيكه صغيره بس محينا كبار. راه مصور ديال الحاله وكل. اهلا بكم لي جانا. شوفوا لك اليوم هذا وين دخلوها. هذا وين دخلوهم يخيروا ويشوفوا. ان شاء الله تعجبهم السلعه لهنايا.
وان شاء الله تعيدوا بصحه ولنا يا رجن. هاي السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اليوم رانا عند من رانا اليوم باجي خويا. واش راك اخوينا لاباس بخير؟ هاك مع لاتي مع الكوكيو مع ال مكسرات فوالا هاي كما راكم تشوفوها. فيهم حتى الشيء اللي شوفوه هنايا. تي معلى على الصحراء. تي مليح. تي واش في متناول الجميع. اسعار هذو موصح دو بس سورتو عام سنا هالكونه. حنا نمشيو مع الشعب الريكلوس هذو. الله يبارك. ومع رمضان واش حليتو بديتو تحليتو من اللي بدا رمضان؟ اللي بدا رمضان انتم حلينا. الله يبارك. اليوم كيما اليوم رانا 24 رمضان 1443. وانا نشوف الحاله باللي راهي نظيفه، حاجه نظيفه وحاجه باهيه. كلمه صغيره الناس يتفرجوا فيكم، كلمه الاخيره واش نقول لك؟ والله صحه فطوركم، صحه فطوركم وصحه عيدكم مسبقا. وانا هنا وانا في خدمتكم كما نقولوها. يعطيكم الصحه سيدي. وما تنسوش راكم انا في كارتي زرارقه وجاي في القرنيات والكوشه تاع السمكه هذا، ومرحبا بكم عنده. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.